什么？什么？بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا حضورنا الكريم مستمعينا الأعزاء حضورنا الكريم نتواصل معكم ونحن دائما نتواصل هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان شوطنا 19 هو الشوط ما قبل الأخير شوط ما شاء الله نتمنى فيه التوفيق والناموس لجميع الأخوة المشاركين صبر في المركز الأول مسيطرة على المركز الأول رشيد بن مسري بن عبد الله المنصوري بينما اللي في المركز الثاني مزون في المركز الثاني بينما مزون في المركز الثاني للسيد سلطان بن محمد بن شطيط بن عبيد الاجتبي النقلة على المركز الثاني الشديد سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري وفي المركز الرابع هنا من تأتي في هذه اللحظات اللي هي معشوقة لحميد بن سيب بن حميدان وفي المركز الخامس هناك من تصل في هذه اللحظات سكون لمنصور بن سيب خلفان آل غويس بينما اللي في المركز سات اللي في المركز سات حاضرة هناك من الجانب الثاني مرموقة بخيت من علي بن بطل بن علوان وفي المركز السابع هناك بروق لمحمد بن شطيط بن حمد الشامسي وفي المركز الثامن ولا التاسع اللي في المركز التاسع هناك اللي هي الشاهيني لسالم بن سعيد بن سيف بن حسين وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر هناك من الجانب الثاني حاضرة بيان لفيصل بن شامس بن حمد بن سالم الملوش هكذا أيها الإخوة مستمعين الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها عليكم بالهو التمام هكذا كان الوصف التفصيلي يلا يا راعي صبر يلا يا الرشي المنصوري المنصوري ما شاء الله تبارك الرحمن صبر لرشيد بن مسري بن عبد الله المنصوري من يقترب من الحدث وموقع الحدث بينما اللي في المركز الثاني الله يا بيان لفيصل بن شامس بن حمد بن سالم البلوشي أيضا حاضرا ثالث المراكز المركز الرابع هناك بروق لمحمد بن شطيط بن حمد الشامسي هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام وسلام سلام سلام يا مالك بيان فيصل بن شامس بن حمد بن سالم البلوشي على هذا الأداء الجميل هذا الأداء المميز تهانينا والناموس اللي في المركز الثاني اللي في المركز الثاني أيها الإخوة لمحمد بن شطيط الشامسي وفي المركز الثالث صبر الرشيد بن مسري بن عبد الله المنصوري المركز الرابع مستمعين الأعزاء لبخيت من علي بن بطر بن علوان هكذا كانت نتيجتنا للمراكز دعناها عليكم بالهو التمام توقيت زمني 3 دقائق 3 ثواني 47 جزء من الثاني تعانينا والناموس